السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي ايوا، شفتوا هنا بدايه لا فيديو. بديت معكم اختي الفيديو من الصباح كيف العاده. هنا دايره فيقت لوجينا، كتديجا موجده لها الحويجات اللي غتلبس والساكادو ديالها وكل شيء. صافي غير فاقت عطيتها بعدا رضاعه الحليب. بنتي البنات باقي كترضع الطعام وغتحيد. صافي عرفتوا راه ولات عندها شي حاجه ضروريه تعطيها رضاعه الحليب في الصباح. حاولت مع ما امكن نعطيها زعما في الكاس، والو ما بغاتش تشد ليا الكاس، ما بغاتش نهائيا تشد ليا الكاس. صافي دابا مخليها لها حتى تقنع منه راسها. والحليب زوين، غير هو من الاحسن تاخذ الكاس. ايوا ها حنا معاها، مازال كان مره كنجرب زعما تشرب ليا في الكاس حتى يحلى. ايوا صافي البنات، كي شفتو راني ديتها ليكول ورجعت، عرفتو يا اختي ديك سيرو اجي سيرو اجي سيرو اجي، عرفتو دقدقاتني الصراحه. صعيبه شويه، دغيا كتجي 11 8 11 2 5 دغيا كتوصل وكتسقي مهرس لك النص ديال النهار ديالك مهرس. كون زعما البنات دايرين ترونسبور في ليكول اللي فيها هي، كوراني دارت ليها يا اختي ترونسبور رحمه. عرفتو يا البنات، يلاه حطيت الفطور يصورت معكم. يجب عليا يا اختي واحد الغمامه واقيله غتصب الشتا، راكم عارفين البارح كانت واحد الحراره خطيره، واليوم اختي الغمام. شوفوا السما، انا هبط النشاط، تقدر تصب في اي لحظه. اللهم نهبطو في طرف خاطري، بقات تصب عاد كنجري. انتم راه الناس ناشرين، انا نشرت ديك الزربيه ديك، هاي خليها خصني نصبنها، نخليها هذه خليها تهزك. صافي انا غنحيد الحويجات ديالي. يا والله يرحمنا يا البنات، محتاجين الشتيوه الصراحه، محتاجين يا اختي جفاف هذا العام. شوف العجز الريح. ايوا البنات غندوز دابا هبط من السطح. صافي غادي فطرت، غندوز نطوي اختي هاد الجبل هذا، نطوي صافي البنات غنطوي الحويجات، هانتوما معايا نحيدهم عليهم دابا هما الاولين. صافي البنات كي شفتوني غادي نطوي هاد الحويجات نحيدهم عليا. المهم البنات انا راه ماشي فان ديال الطويان، يعني الطويان عندي كنطوي عادي، كاين اللي تبارك الله ما شاء الله كاين اللي كطوي على حقه طريقه، على الحمامر مع الحمامر الزريره مع الزريره اللوينات. اختي كطوي اختي كتبقاي تشوفي كي اختي كتبقاي تشوفي داك الطويان كيشهيك، ولكن اختي انا غير كنطوي عادي جدا وكنستف في البلاكار. المهم يكون غير مستف بالنسبه ليا انا. يا اختي شنو نقول لك، انا عارفه غنحطهم، غير كاين اللي غيجي غيجبد غيرون، وانا عاوتاني غنعاود نفس العمليه. نبقاو نلعبوا هنايا، نبقى خصني نستف هذا بوحدو ونقاد ليا عشان يستف الاخر. صافي كنطوي عادي قبلوا عليا وصافي. صافي البنات غنطوي هاد الحويجات. كي قلت لكم البنات الشتا راه ما صبات كاع، صبات شويه فاش خرجت مع ديك 11 مشيت نجيب لوجينا. صافي صبات شويه في الطريق وصافي وهي تحبس. اي والله يرحمنا يا ربي، اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يا ربي امين، يا ربي ترحمنا. عرفتوا البنات بيت الكلاص، صافي هانتوما غير جمعت داك المخده تما. اليوم كنت غناويه زعما غادي نخملو، غادي نخملو، نحيد الطلانط ونحيد المخاد، نبدل الريدويات ونفرش الساعه ويا تصب الشتا. اختي ما عندي فين نشر. ايوا اختي تجي الشميسه، خلي اختي الشتا مرحبا بها، اصلا راه حنا محتاجين اختي الشتا هي الاولى. صافي البنات هنايا راه ايوا باقي عندي الفطور فوق الطبله، لحقاش راجلي كان معطل وفطر معطل زعما. انا فطرت الصباح فاش حطيت معاكم الطبله. ايوا البنات شوفوا المقريج يا اختي، شوفوا واحد المتتبعه شافتو عندي وهي تقول لي راه عندي فحال هذا المقراج، دارت له مسيو بي، دارت له هي الو، يا ربي تسمح لي نسيت، دارت الو وخرج ليها، قالت لي حكي راه غيخرج. وانا نجرب، انا درت غير مسيو بي، حيت عندي انا غير مسيو بي ما عنديش الو. ويا اختي شوفي كيرجع، شوفي ها هو. والله الا يا اختي حكيتو، كان كيعصبني داك التقشار، كان ما كنت باغا نحكو، كنقول لها لا غنخرج عليه لا غنخرج عليه. والله الا يا اختي عانتي راه باقي فيه غير شويه، دابا نعاود عاوتاني حكيتو كامل، والله الا رجع جديد كيبري. صافي هنا البنات كي قلت لكم جبت له جينا من ليكول، دابا راه يلاه 11 ونص.
ايوا هنا جبت شنو هنا الدجاج، جبت الدجاج خصني نغسلو. ايوا هنا شنو جبت هنا غنشارك معكم واحد الكيك غنديرو في العشيه ونقدر نعجن الرغايف، باقي لا غنعجن المسمنات، خصني مسمنات، مابقى عندي لا رغايف لا بريوش لا حتى شي حاجه في الثلاجه، كنجبد الصباح وكنسخن كتجيني ساهله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. صافي البنات انا صافي ساليت الجميع، غسلت المي عند الفطور، غسلت الدجاج، صافي شطبت الارض، حتو بنتي دارولو خواتو كامل قطعتو فرتاتو في الارض، راكم شفتوني شطبت. ايوا صافي اختي دابا غندوز نصاوب معكم واحد الكيك، قلت لكم البنات غنشارك معكم واحد الكيك، كيجي زوين كيجي خفيف كيجي رائع، غير جربوه جربوه ردوا عليا. ايوا صافي شو الصباح اختكم كتجري كاينه جري جري، والله الوقت ما بقات فيه البركه نهائيا، ولا الصباح دغيا كيطير كتفيقي مع السبعه والو ما كيقدكش الوقت. ايوا صافي ما نطولش عليكم في الهضره، المهم قلت لكم نصاوب معكم واحد الكيكه، عرفتوا البنات كيكه عاديه ولكن البنات فيها الماء، كيكه بالماء بحال اللي كيديروا في الزنقه، بحال اللي كيديروا في الزنقه كتجي من فوق وطالعه. ايوا هذيك هي ان شاء الله غنشوفوها غنجربوها وغنديروها ونشوف كيف غتجي. يلا ليتس جو. المهم بسم الله، اول حاجه غندير البيض، اربعه ديال البيض، حراره المطبخ ربي 160 غرام ديال السكر سنيده، ساشي ديال الفاني، بيصه ديال المليحه. صافي غادي نحرك هادشي مزيان. صافي نزيد كاس ما عامرش، كاس الا ربع ديال الزيت، ما فيها لا حليب لا دانون. صافي غنحك القشر ديال الحامضه. صافي البنات هانتوما هذيك الحامضه اللي حكيت غادي نعصرها ونزيد عليها الماء باش نكمل ليا كاس. ها هو البنات صافي غنزيدو معنا مع ها هو القشور ديال الحامض وغنزيد السيترون. صافي زدت 80 غرام ديال النشا وحركت شويه، وعاد زدت الدقيق، درت 220 غرام ديال الدقيق، جوج خميرات حمرين. صافي صفيت داك الدقيق مزيان وخلطت المكونات، ديجا المول ديالي راني دهنته بشويه الزبده وشويه ديال الدقيق، رشيته بالدقيق. صافي غندوز نخوي الخليط وندخلها للفران، الفران ديجا شاعل سخون على درجه الحراره انا كندير 200، لحقاش عندي الفران شويه الحراره ديالو ناقصه. المهم كل واحد كيدير على حساب كل واحد عارف فرانه هي نورمالمون كيكه على 180 حتى 150، ايوا كل وحده وعارف زعما درجه الحراره، انا عندي شويه ناقص كندير 200، هي نورمالمون 180. صافي البنات هنا كانت كيكتي طايبه واجده، شوفوا البنات شوفوا لي الكيك خرج من الفران رائع البنات، هو هذا الكيك حتى هو فن، كيك عادي. ايوا اختي كيك صدق كيكه صدقات الحمد لله. صافي هذا مكان، صافي هنا غندوز نزوقها غير شويه بشويه ديال الكوب شويه ديال الكاوكاو، هو على البنات عرفتوا راجلي حماق على هاد الكيكه هذه، اصلا الرجال اكثريه كيبغيو هاد الكيكات هادو كيجيو سامبل. وهنايا غادي ندوز نقطع معكم واحد الطريف باش ديال الكيكه باش تشوفوا كي كتجي من الداخل، كتجي بيضه لحقاش فيها الحامض، كتجي بيضه اللون ديالها كيجي غزال. والبنات بغيت غير نقول لكم هذاك المول اللي درت انا راه صغير، نورمالمون خصو يكون كبر شويه على هذاك اللي درت انايا، انا كنت خديت هذاك هذا المول اللي شفتو وصدقت تقولبت فيه صغير المول، انا شفتو ما درت ما جبت، ولكن ملي كتقلبي الكيك كيجي كيبان صغير، هو خصني ناخذ نورمالمون كبر. ايوا دابا ناخذو ان شاء الله، المهم الا كان عندكم المول الكبر غادي تجيكم حسن مني انا. وقبل ما نسد لا فيديو البنات نشارك معكم هديه عيد الحب وخليكم كملوا لا فيديو ما تزابيوش البنات.
ايوا هانتوما يا البنات اختي، زوجي قرة عيني يا اختي، تفكرني يا اختي. قال لك عيد الحب، والله تفرحت الصراحه، ومشي بيا الكادو ولا شي حاجه، غير زعما داك لو جيست بنادم كيتفكرك وهاك يجيب لك اختي كادو. بصراحه باقي ما حليتش، راه يلاه دابا جاب لي وانا نصور. قلت لي تصور يا اختي، يا اختي كلشي انت يا اختي على هذا السويك يا سيدي. شوف شنو جاب لي، شوف جاب لي اختي بارفان. يا لاله نحل معاكم هاد اختي، شوف قداش بعدا تبارك الله. هذا سميتها خمره، خمره ها هي لطافه. اجي نحل معاكم البنات. ايوا هانت يا اختي، شكون اختي راجلها تفكرها؟ اللي تفكرها راجلاتك تخليها لي في الكومونتير، قولي اختي شنو جاب ليك. المهم اختي تفكرك، الحمد لله. انا اختي بصراحه بيني وبينك ما كنتش متوقعه باش نجيك الصراحه. ايوا هانت يا اختي، فاجئني يا اختي، الحمد لله. ايوا هذه هي المراه بطبيعه الحال، كتبغي اللي يهتم بها الصراحه. وانت ربي خلقنا هكا الحمد لله. واخا ماشي ضروري تكون شي هديه ولا هذا، المهم واخا يجيب لك غير بيضه د النعناع وجاي فرحان ومفكرك وهذا وقال لك كليمه، الحمد لله راه هذاك راه فضل كبير. ما بقاتش كل واحد وكيمشي على الاستطاعه ديالو، كل واحد وشنو اللي قد جويب ديالو. اللهم لك الحمد، الحمد لله. انا زعما ما عنديش مشكل، زعما عادي، انا نبغي زعما بصراحه اللي تفكرني واخا غير كليم. ايوا الحمد لله بعدا والله الا كنت فرحانه، ما نكذبش عليكم البنات. الحمد لله، الحمد لله. صافي ها نتوما البنات، ها هي حليتها معاكم، شوفوا الشكيل ديالها. ها هي البنات عرفتوا ريحتها غزاله، هو ماشي عود، عود ولكن خفيف خفيف خفيف، دايره بحال شي بونبون، بحال شي حليوه حلوه، بحال لوغو ديال الحلوه. زوينه. انا البنات هنا راه رشيت في يديا، كنشم فيها وكنتيستي فيها وكنرش كنرش، كاين غير تي رش رش جالسه كنرش بالريحه فرحانه يا اختي. ايوا الحمد لله، كان هذا وعيد الحب صراحه. انا راه موجوده وموجود حتى شي حاجه، ما كنتش عليكم سبب ما دايراش في بالي كاع نهائيا، ولكن المهم لو جيست كي كونت.